الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. صباح فخري، أيقونة حلب، رمز لسوريا. الصوت الصبوح في ميلاده 81. علمياً الصوت يسمع فقط، لكن هناك أصوات يحق القول أنها خلقت لنتذوقها بحواسنا الخمسة. يعتلي المسرح ليبدأ القدود، فيغدو صوته شريط صور لذاكرة مدينة بألف عام وعام. ترى في قسمات الصوت المتبني يعاتب سيف الدولة، المعاري يتطهر بأديم الثرى، تستنشق رائحة أزقة قديمة عانقها صوت مآذن حلب التي ارتد صداها بين جدران قلعتها. تلمس أطراف أثواب دراويش ومتصوفين تاهوا في الوجد لكثرة دورانهم وتحليقهم. تنتشي الكلمات بصوته، فتخرج من حنجرته لتصيب جمهوره المفتون بمس من الجنون اللذيذ. يقفون ملوحين بأيديهم كما يفعل هو نفسه ويطلقون صيحات عالية في الهواء: الله الله الله. وهو الخبير بحال عشاقه السكارى، يترع الكأس لهم مرة تلو الأخرى ويسقيها لهم. أترع الكأس وطيبها بعطر من لماك واسقنيها، إن عيني لا ترى شيئا سواك. يأخذ النفس عميقا ليخرج الصوت الرخيم مضبوطا مزينا بهندسة الألفاظ بتلقائية مدروسة لا عيب فيه، ولكن داروا إن امتد الغناء لساعات لما تبدلت عذوبة صوته ولا قدرته على إطراب الروح قبل الأذن. درب حلب ومشيته كله سجر زيتون، كله سجر زيتون، وحاج تبكي وتنوحي بكرة منجي عيوني، باشر نجي يا عيون عيون عيوني. وهل يعقل أن يخرج هذا الموال جميلاً إلا من فم ابن حلب العظيم صباح فخري؟ هي رحلة مع صوت صباح فخري، يرويها ثلاثة من أبناء حلب ينتمون لأجيال مختلفة: الجد، الأب، والابنة. هذه الأجيال الثلاثة رافقها صوت صباح فترك فيها من الأثر ما ترك. يخبرنا الجد عن صديق طفولته صبحي أبو قوس الذي أبصر النور في صبيحة 2 أيار عام 1933 لأب مقرئ ومجود للقرآن الكريم، وأم جاءت من أسرة دينية أتقنت الإنشاد في مجالس الذكر. البداية مترعة بالألحان الصوفية والكلم الطيب المجود كأحسن ما يكون التجويد. حفظ القرآن الكريم وأتقن تجويده في عمر باكر. كان له صوت عذب بالفطرة سقله بالإنشاد في جلسات الذكر وجوهره على أيدي شيوخ كبار. يقول الجد: لكم أن تتخيلوا صديقي الجميل الذي أذهلنا بصوته كما لو أن بلبلا اختبأ في حنجرته، ولأنه ابن حلب فهذا يعني أنه ابن مدينة تشرب حب الموسيقى بالفطرة وتعشق الطرب والصوت العذب. كان يخبرنا عن أولى جلساته الموسيقية والتي كانت مع صديقات والدته اللواتي أضفن على رصيده المستسقى من حلقات الإنشاد والتجويد، أغاني تشتهر بها حلب. فجاء مواله الأول: غرد يا بلبل وسلي الناس بتغريدك. فغرد صباح وأجاد بإطراب الناس بتغريده، لينطلق بعدها إلى مجالس الطرب في المدينة والتي كانت السبيل ليتعرف على عازف العود السوري محمد رجب، وهو أول من علمه المقامات والموشحات. أما معلمه الثاني فهو سامي الشوا العازف الحلبي الشهير بأمير الكمان، الذي رأى في قدراته الصوتية المذهلة الكثير مما دفعه لأن يصطحب صباح معه في عروضه. وهكذا توالت الجلسات التي كان صباح يغني بها. نعم، صديقنا صباح الذي اشتهر بصوته العذب حلق بسرعة لا مثيل لها بفضل صوت لا يختلف عليه اثنين، ما إن يصدع حتى يندهش سامعه. قام سامي الشوا بتقديمه للشاعر فخر الدين البارودي ومؤسس المعهد الموسيقي الشرقي بدمشق الذي درس فيه صباح لاحقا. فخر الدين البارودي لم يكتفي بإطلاق اسم صباح فخري عليه والذي عرف واشتهر به، بل قدم للشاب الياني فرصته الأولى للدخول إلى الإذاعة السورية
وكان ذلك عام 1947، حيث أدى الأغاني التراثية السورية طيلة تلك السنة. هل أسمر اللون؟ هل أسمراني؟ تعبان يا الخي هواك رماني، يا أبو عيون وساع حطيت بقلبي وجاع، بعطيك سبع أرباع خيو من عين حلالي. أنهى صباح فخري دراسته الأكاديمية، وقد تعلم العزف على آلة العود وحفظ المقامات الشرقية منها والغربية، كما تعلم النظريات الموسيقية والسولفيج الإيقاعي والغنائي. يكمل الجد في السرد عن صديقه صباح الذي بعد أن أنهى دراسة امتدت سنتين في المعهد الموسيقي عاد إلى حلب، الأمر الذي أدهشنا حيث كان بإمكانه أن يبدأ مشوار الموسيقي بعد أن بدأت الشهرة تحوم حول اسمه. عادة صباح فخري كانت لتحصيلا علميا كان هاجسا بالنسبة له، حيث عاد إلى المعهد العربي الإسلامي ليدرس فيه 4 سنوات ويتخرج في العام 1952 مع شهادة مؤهلة له ليزاول مهنة التدريس، وهو ما قام به سنة 1953 ليغادرنا صباح بعدها لتلبية الواجب الوطني. عام 1960 كان عاما فاصلا لصباح فخري، وهو العام الذي افتتح فيه التلفزيون العربي السوري، فشارك في أمسيات التلفزيون وحفلاته، وقد بدأ يؤسس لنفسه رسالته الخاصة ومفادها أن الطرب الأصيل يبقى وموجة الفن الاستهلاكي الصاعدة ستذهب إلى زوال يوما ما. في تلك المرحلة كنا نرى صباح في عديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات، حيث أغناها بصوته كالوادي الكبير مع وردة الجزائرية، أسماء الله الحسنى مع عبد الرحمن الراشي، الصعاليك مع دريد لحام، كما كان له ظهور في مسلسل مقالب غوار ليغني بصوته الشفيف النقي، والله يا مجرى المي بسلم عليهم عليهم، صعبان الفرقة علي بشتقنا إليهم إليهم. الجد الذي حدثنا عن صباح فخري صديق الصبا، يسلم دفة الحديث إلى ابنه الأب الأربعيني ليتكلم عن المطرب الحلبي صباح فخري. صديق العائلة أولاً، الحاضر النكتة، اللطيف المعشر، والمطرب الذي اسمه على كل لسان والذي نشأ على صوته. يخبرنا عن عشرات الحفلات التي حضرها في بلدان عديدة، حيث غنى صباح فخري في معظم البلدان العربية وبلدان المهجر في أمريكا اللاتينية، منها حفلة براكاس فنزويلا، تلك الحفلة المدهشة التي أدخلته موسوعة جينيس من 10 ساعات من الغناء المتواصل دون أي استراحة. السؤال الملح الذي يتبادر إلى الأذهان هو كيف لمطرب أن يمتلك القدرة المذهلة في المحافظة على سلطنته من جهة وجودة صوته الماسي على امتداد تلك الساعات؟ التجربة الباذخة الجمال ليس فقط بقدرة صباح المدهشة على العطاء، بل على شد الجمهور كل تلك الساعات المتواصلة. من حضر حفلا لصباح فخري يمهر ذاكرته للأبد بختم صوته السحري وحضوره الآسر ورقصاته الشهيرة في كل مهرجان أو حفل يحييه الصبوح كما يطلق عليه الجمهور حين ترتفع وتيرة السلطنة. يحتضن جمهوره المنتشي فرحا بصوته المعجزة القادرة على ارتجال في أغاني قد تبدو مألوفة لكثرة تكرارها، لكن حين يأتي بها الصبوح تلبس خلة جديدة ملونة مدهشة كما حصل في إحدى حفلاته التي لا تنسى مهرجان جرش. يبدأ بهدوء، خمرة الحب اسقنيها، هم قلبي تنسيني، وكأنه ساحر أطلق تعويذته السحرية على الجمهور فقام ولم يقعد. يكمل بهدوء واثق، عيشة لا حب فيها، جدول لا ماء فيه، يا ربة الوجه الصبوح، أية سماوات أرسل صباح جمهوره إليها، يفرد جناحيه على اتساعهما ويرتل بسلطنة، ابعث لي جواب 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 وطمني، يجيبه جمهوره بهدير متحمس، ولو إنه عتاب عتاب لا تحرمني. الصبوح غنى أيضا في قصر المؤتمرات، مسرح معهد العالم العربي، وقاعة مسرح الأماندي في باريس، حفل أقامه في قاعة نوبل للسلام في السويد، حفل أقامه في قاعة بيتهوفن في مدينة بون ألمانيا، كما قدم الكثير من الحفلات في مختلف الولايات الأمريكية،
وقام بجولة فنية في بريطانيا، حيث قدم حفلات غنائية ومحاضرات عن الموسيقى والآلات العربية. أما عن الأوسمة التي نالها والجوائز والحفلات التي كرم بها، فهي أكثر من أن تعد أو تحصى، وبحاجة إلى أن يفرد مقال خاص بها. نذكر منها: قلد مفتاح مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان ومفتاح مدينة ميامي في ولاية فلوريدا مع شهادة تقديرية. قدم له جلالة السلطان قابوس وسام التكريم في 5 من الشهر الثاني عام 2000 تقديراً لعطاءاته وإسهاماته الفنية خلال نصف قرن من الزمن وجهوده وفضله في المحافظة على التراث الغنائي العربي. قدم له رئيس جمعية فاس سايس من خلال مشاركته في مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة في دورته 10 لعام 2004 شهادة تقدير وشكر والعضوية الفخرية لمجلس إدارة المهرجان إجلالا لفنه وعرفانه بجهوده للحفاظ على التراث الموسيقي الغنائي العربي. كما قدم له محافظ مدينة فاس المغربية مفتاح المدينة مع شهادة تقدير وشكر والعضوية الفخرية لمجلس المدينة، وهذه هي أول مرة يمنح فيها مفتاح المدينة لفنان عربي أو أجنبي. صباح فخري في مسيرته الطويلة غنى ما يقارب 370 لحن تتوزع بين قالب الموشحات والقصائد، الأغاني الشعبية القديمة والقدود الحلبية، أناشيد دينية وابتهالات، أدوار ومواويل. أما عن الألحان فتتوزع على 18 مقام موسيقي شرقي، أكثر ما أدى صباح فخري منها مقامات 3: الحجاز، البياتي، الرست. يا حادي العيس عرج كي نودعهم، يا حادي العيس في ترحالك الأجل، إني على العهد لم أنقض مودتهم، يا ليت شعري بطول الدهر ما فعل. صباح فخري لم يكتفي فقط بالغناء، فله من الألحان المتميزة الشيء الكثير، فبالإضافة إلى تطويره لألحان قديمة من بين 370 عمل هناك، قام صباح فخري بتلحين 41 قصيدة و23 موال. في مثال على تطويره للألحان القديمة وإضافة روحه إلى كل أغنية يقوم بها، هذه الأغنية الموشح. في هذا الموشح الذي لا يتجاوز بكلماته 5 أسطر تبدأ ب: يا بهجة الروح جد لي بالوصال، الفؤاد مجروح ولا لاحتمال، والمأخوذة من فولكلور قديم قام به سيد درويش بتلحينها. مثال بسيط عن إجادة صباح فخري في ترك لمسته الخاصة التلحينية والصوتية. الموشح هو مقام الحجاز كاركردي. ساهم الفنان صباح فخري في تطوير خانته التي لحنها لاحقا الشيخ عمر البطش، في تصرف جاء من المقطعين 2 و 3 وورد في عقد راست جهاركا وعقد بياتي كردان. ونلاحظ أيضا نفس الأسلوب الإبداعي في التصرف في الإيقاع الموسيقي، ولأن صباح فخري سيد من أطرب يجب الغوص في معنى التطريب وكيف أجاد فعله. في البداية هو القادم من بيئة دينية، الحافظ للقرآن الكريم المتقن ترتيله وتجويده. كان كل ما سبق ذكره سبيلا في إجادته لدقة اللغة وأصول البيان وقواعد اللفظ وتقنيات التنفس، كما أن مخزونه اللغوي العربي المتين جعل الشعر العربي الفصيح مرجع أساسي لاختيار صباح فخري. غنى صباح فخري 24 من شعراء العرب القدامى و 47 من شعراء العصر الحديث، ومع تضافر المخزون الثقافي مع تمكن صوتي على مستوى النغم، استطاع أن يتدرج في اللحن ببسطه لعقود مقام الأغنية بترتيب منتظم من منطقة القرارات إلى منطقة الجوابات حتى يضع الأغنية في إطارها، وهذا التدرج يستوجب تشبعاً عميقاً بروح المقام وبكل المراحل التي تؤدي إلى ما يسمى بالسلطنة، وهي حالة الشجاعة القصوى التي يبلغها المطرب فيوصلها إلى ما يستمع إليه بفعل عذوبة الصوت وحسن الأداء. حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة، فيا قمر قل لي متى أنت طالع، لقد فنيت روحي عليك صبابة، فما أنت يا روحي العزيزة صانع. ولإبراز براعته في الأداء يوظف الفنان صباح فخري بشكل علمي تقنيات صوتية وبعض الزخارف والتلوينات، منها الزحلقة، وهي تقنية أداء صوتي تمكن من عبور مسافة صوتية مع اجتياز كل المسافات الصغرى المكونة لها.
تقنية الزمرة وتتمثل في إداء درجة موسيقية محفوفة بدرجات أخرى توشيها الدرجة السابقة والدرجة الموالية لها، وتسمى تلك المجموعة من الدرجات بما في ذلك الدرجة الحقيقية بالزمرة. تقنية الترعيدة أو الزغردة، وهي زخرفة فنية يشار إليها بهذا الرمز TR مكتوب فوق الدرجة الموسيقية، وتعني أداء على نسق سريع لدرجة موسيقية طويلة المدة نسبيا بالتناوب مع درجة المؤلفة معها مسافة ثنائية صاعدة كبيرة كانت أم صغيرة. تقنية القادمة التي يرمز لها بخط منكسر قصير فوق درجة موسيقية ما تؤدى قادمة للدرجة الموالية لها في الارتفاع. وأخيرا تقنية أداء خاصا للسلم اللوني الصاعد لمقام كبير أو صغير، وهو سلم جديد يتركب من 13 درجة تحصر بين 12 نصف بعد، 5 منها لونية و7 الباقية طبيعية. وكل هذه التقنيات والزخارف وظفها صباح فخري لإبراز طاقات حنجرة صافية وقوية وطيعة يتحكم فيها كما يشاء، إذ أنه يمتلك مساحة صوتية كبيرة تتسع إلى 3 دواوين أوكتافات، أي 20 درجة من درجة قرار الدوكا ري إلى جواب الأوج سي نصف بيمول. وهذه الطاقة الصوتية النادرة جعلت منه مطربا استطاع أن يؤدي كافة القوالب الغنائية التراثية العربية من موشحات وأدوار ومواويل وقصائد وأناشيد ومدائح دينية وأغاني الفلكلور الشعبي دون عناء، كما أن معرفته الجيدة والكاملة في مجال الإيقاع تمكنه من استخدام كل الإيقاعات الآلية المصاحبة للحن البسيطة منها والمركبة حسب القوالب الغنائية العربية المختلفة. فنرى فأنه يتراوح بين القطع الدسمة التي تستوجب التركيز في الإنصات والقطع الخفيفة ذات الروح الراقصة التي تبعث على المرح. أعود بالزمن لعام 1948 حين أخبرني الجد عن حادثة حصلت لصباح فخري في أول حفلة غنى فيها في دمشق، وكانت مع نجاة صغيرة. حينها أدهش الشاب غير المشهور الجميع بصوت ماسي فخم، فما كان منهم إلا أن أطلقوا عليه لقب أبو كلثوم. كان حينها في بداية المشوار والحلم الذي أصبح حقيقة مع قادم الأيام. زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة، حرام تنسوني بالمرة. في يومنا هذا فتاة في عقدها الثاني من العمر تخبرني عن صباح فخري على طريقتها: أنا ابنة حلب، حين أشتاق لمدينتي في غربتي لا أملك إلا صوته يحنو علي ويدنيني منه ليأخذني على جناح الحلم إلى مدينتي وبيتي. ترنم بهدوء مع صوت صباح فخري: يا رايحين لحلب حبي معاكم راح، يا محملين العنب تحت العنب تفاح، كل من وليف معه وانا وليفي راح، يا ربي نسمة هوا ترد الولف ليا. صباح فخري هو ذاكرتي، ذاكرة كل حلبي كل سوري كل عربي. يعشق الموسيقى حين تكون مرادفا للجمال والأصالة في زمن القباحة. يمكنكم الاستماع إلى مختارات من أجمل ما غنى، روابط مرفقة في نهاية المقال.